كرة القدم في مصر هي الرياضة الشعبية الأولى في كل بيت. أولادنا وإحنا صغيرين بنلعبهم بالكرة للتسلية، وتفضل الهواية تكبر والانتماء للنادي يظهر لحد ما تلاقي عندك في البيت لعيب كرة صغير. لكن المفاجأة بتظهر لك قدام التلفزيون وانت قاعد بتتابع أي برنامج رياضي من اللي تعودنا عليهم كل يوم. إنما بس ما تفوت الأجر عشان تروح تشتم، لا أنا هجيب أمك يا خطيب الماتش الجاي. من المفروض أن وسائل الإعلام هي الوسيط الأقوى والمؤهل أنه يقوم بدور استراتيجي مهم بيعالج الاختلافات داخل وخارج المربع الأخضر. أكتر خطابات الكراهية والتعصب الكروي بتخرج من منصات إعلامية كبيرة، زي ما حصل في ماتش مصر والجزائر في المباراة اللي كانت بتؤهل للمشاركة في كأس العالم 2010. نفسي ان الجزائريين يخسروا وابناء الفراعنه ان شاء الله يسعدوا من خلال المنتخب الجزائري، من خلاله نفسي بكره الجزائريين يتنكدوا، نفسي يتنكدوا شويه، نفسي يتهزوا شويه. التراشق الاعلامي اللي حصل تسبب ان الازمه اتنقلت من مجرد خلاف بين الانديه على مباراه الى خلاف بين دولتين بالفعل، لدرجه ان الخارجيه المصريه تدخلت لحل الازمه. دايما بشوف فكرة خطابات الكراهية اللي موجودة اللي الناس بتتكلم عنها أحيانا في الإعلام بتتلاشى، بس بيحل محلها أمور تانية أكثر جدلية. الأمور المباشرة بيبقى دايما محددة، يعني لو أنا شايف خطاب واضح للكراهية محاربته أسهل بكتير من الخطابات اللي ليها علاقة بقصف الجبهات والكلام اللي من تحت لتحت، كلام اللي يحمل تأويل. بص أنا قصفت جبهة الأهلاوية، قصفت جبهة الزملكاوية، التعبيرات الجديدة المستجدة اللي استخدمت بسبب السوشيال ميديا وبسبب احتباس الجماهير عن التواجد داخل الاستادات، وبالتالي حل محلها السوشيال ميديا. فعشان أرضي الناس ديت اضطريت إن أنا ألجأ لأساليب شبه الأساليب ديت. ده اللي بقى يحصل للأسف في الإعلام. خطاب الكراهية ما بقاش مجرد خطاب مباشر موجه بكلمات واضحة، لكن كمان بقى في أشكال متعددة منه زي اللي بنشوفه على قنوات السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب، والفيديوهات اللي بيبقى جوهرها ساخر لكن في الأساس هي بتقوي وبتدعم فكرة الكراهية والتعصب. مش دايما بطولات، احنا مش بنشجعوا عشان البطولات، احنا بنشجعوا عشان بيحب النادي. انما بطولات دي مش شرط. هو اللي عامل لي قلق مني عامه يعني الأهلي. ليه؟ مش عارف وما بحبوش. ومن الأزمات المتكررة أزمة لاعب الزمالك محمود عبد الرازق الشهير بشيكابالا. الاستفزاز المتبادل مع الجماهير نقل الأزمة المرة دي لمستوى مختلف، خرجت من إطار خطاب الكراهية المعتاد لعنصرية شديدة ضد لون بشرة شيكابالا وضد أسرته وابنه في صورة نزلها على قنوات السوشيال ميديا في العيد. يفضل قدامنا السؤال الأساسي، الحل إيه؟ بشوف ان الحل المباشر والصحيح هو الرقابة، وهو الدور اللي بيقوم به المجلس الاعلى للاعلام. ده دور مهم جدا بالاضافة الى دور المشاهد. اذا المشاهد رفض، والرفض لابد ان يستتبعه قرار بالمنع، يعني ارفض فما شوفش، مش ارفض واشير. اذا ده حصل احنا هنتحول الى مستويات افضل بكتير على كل حاجة ليها علاقة بالخطاب المباشر وغير المباشر اعلاميا للمشاهدين. بشكركم شكرا جزيلا.